السلام عليكم ورحمة الله. إخوان، اليوم بدنا نعمل اللي هي مجرد تجربة بس. كثير ناس طلبوا مني وأنا تأخرت في الموضوع إني أعملهم تجربة عن لحمة الخنزير. التجربة هي إنه بقول لك الناس بجوز إشي عادي، بعرفش أنا بالنسبة لي، بس بقول لك إنه صحيح إنه لحمة الخنزير حمراء زي لحمة الخروف زي ما أنتم شايفين، حمراء مثل لحمة الخروف، ومظبوط انه لما بتنشوى بتصير بيضة زي لحم الدجاج، ما بتقدر تفركها عن لحم الدجاج او نقول لحم طيور اللي بيصير ابيض. يعني بدهم يعرفوا هذا صح ولا لا. هلكت اللحمة هي حمراء وبالضبط مثل لحمة الخروف، بس بدنا نشويها ونشوف هي بتصير بيضة ولا لا. والهدف هو فقط تجربة، وجبنا القطعة هاي، جبتها أنا من خنزير شايفين، وبدي أشويها وأشوف، وبعدها راح أطعم الشكفة للكلب الأعمى. وخلينا نجرب على صبة الحطب ونشوف معنا شو بطلع لون اللحمة. هاي مجرد تجربة زي ما قلت لكم يا إخوة. طيب حكيتنا نحط اللحمة، ونسكر عليها ونستنى ونشوف. خلنا نشوف بعد شوي كيف بدنا نكلب اللحمة، نشوف كيف بتبلش اللحمة تتحول للحمة بيضة. نكلبها تصير بيضة بيضة. معقول ولا صارت تصير بيضة؟ خليها كمان زيادة شوي. ابعد. هاي بلشت تستوي تقريبا، شو مستوى خلص انا بكون استوى. خلينا نطلعها بكفي. انه مزبوط تحولت للحمة بيضة. خليها شوي بس تبرد. فعلا صارت بيضاء، شايفين مثل لحمة الدجاج بالضبط، واضحة هيك مزبوط. بتصير اللحمة بتصير بيضة زيها زي لحمة الدجاج، ولا بتقدر تفرقها عن لحم الدجاج. يعني لو بدك تروح تاكل لحمة مثلا، ومثلا انا بدي اروح اكل لحمة، واحد حط لي هاي اللحمة بفكرها ايش؟ ستيك دجاج بالضبط، نفس الستيك الدجاج، لا فيش فرق بينها وبين الستيك دجاج. تعال نحطها هان تبرد هان، وبعديها نطعميها للكلب. حاسس حالي بروح جنب الحيطه. بردات، خلينا نطعميها للكلب الاعمى. تعال يلا كل. عجبتك يا عارس يا اخو الشلين؟ يلا كل. وال بلعها بلع. عجبتك؟ شاطر. بركي عينك يرجع. شد جدي 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 جدي. تعال شطور شطور شطور. خلص هذا هو. المهم يا اخوان، هذه التجربة انه لحمة الخنزير بتصير بيضة. انا سمعت بس يعني حبيت اعمل التجربة لناس طلبوا مني، وهذا هو. ليش بتصير بيضة؟ انا ما بعرفش بصراحة، ما قرأتش عنها يعني. انه شو السبب؟ ما قرأتش. ممكن انه تلاقوا في النت انه شو السبب بتصير انه تتمن، يعني هي حمراء بس بتصير بيضة زي الدجاج بالضبط، نفس ستيك الدجاج.